مام؟ انا هون داني. مام؟ هون هون داني قرب. اهلا بابا. كيف لك؟ شو مين منظف ومرتب؟ انا غلط والله. وشو هالريحه الطيبه؟ مين قال النسوان بس بتعرف تطبخ؟ ومين قال حبيبي انه بس النسوان اللي بتشتغل مش الرجال بيشتغلوا احسن بوقت اقل كمان؟ نويت انك بتحب تزيدها. هلا بس تدوق اللازانيا الا اذا عم زيدها او لا. اف اف لازانيا فر مره؟ يس 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 لازانيا ولازانيا غير شكل. نايس شوف شكلها مش هيك. طب وهيك بلا ما اغسل ايدي وبلا ما هلا ما تغسل شيء بلا اي شروط اقعد قرب لي هالخشبه. شكلك مبسوط اليوم بالشغل ايه؟ والله صراحة كثير مبسوط. أنت كيف المدرسة؟ منيحة منيحة. في عنا عيد ميلاد بفئتنا بكرة. إي وشو بدك تروح؟ صراحة إيه عم فكر روح. حلو. ما بعرف بتصدق ما ركزت بس إنه مهضومة. أنا بصحتك. يلا. يلا اقعد كول، خلص، فوت على الدرس. حط لي بعد. عندك كثير درس؟ ما عادي مش كثير، بس حط لي بعد بشغل شغل. صار شي اليوم مشاكل بالمدرسة؟ لا قلي بعطيني شوي شوكة. ايه؟ اكيد؟ حط حط ايش تحكي؟ يا عمي رح حط روق وهلا شفت انه اكلتي اطيب؟ مو طيبين؟ ما بتحطي لي شوي بليز؟ ماما فينا نروح بكره عيد ميلاد رفيقتي؟ ليه لا؟ مين رفيقتك؟ نور. خديني معك. خديني معك. ما اهضمك. انا شو فيها يعني؟ خلص يا ولاد. بابا اي ساعة بترجعي؟ لانه في عنا عشاء انا وامك. تقريبا شي 9 ونص 10. هاي لكن طارق بروح بجيبك. انا ظاهر مع رفقاتي. لا ماما بدك تنطر اختك لحتى تجيبها. بس يا ماما اتفقت معهم، يعني هلا اذا بدي اوديها بصير بدي اروح واجي ولبك عليهم بشرفك. بابا مثل ما عم تقول لك امك بتضل هون لتروح تجيب اختك وبعدين بتفل. بتمون تأمر انت والماما. خدني معك على درب بعيدي مطرح ما كنا ولاد صغار ودفي ربيعي بشمس جديدي ونسيني يوم صرنا كبار. انت هون؟ انا بضل مضايعتك. يا حياتي ضيعتي لي. طب بدي غني، ما خلص شغلي وقلت بغني. بدي اقول لك شيء، هلا بتروحي بتلبسي احلى ثياب عندك وبتظبطي لي شعراتك، وبدي كل الاكل ينزل بوقته، واكيد ما راح وصيك لان اكلك كثير طيب، هو رفقاتي بالصف ما بدي اتبهدل قدامهم. ما تكرم عينيك. بعد شيء، بدي تفتحي عيونك 10 10 على كل شيء بيصير او بتشوفيه، خاصة بالجنينة إذا حدا حشاش أو شرب أو دخن، أو شي اثنين نزوق وحكيوا على انفراد، ما بدك توصاية. فهمت عليك يا حياتي، عيني 10 على 10 رح يكونوا، ما تعطي لي هام، أنا قد وقدود، المهم أنت تكوني مبسوطة، يلا تعي. بابا، مشغول؟ شو شايف انت؟ طيب، سوري. شو بدك؟ خلصيني. بابا، بكرة أنا عيد ميلادي ورفقاتي عاملين لي حفلة، وكان بدي أسألك. والله جديدة ها، رفقاتك عاملين لك حفلة؟ أنا اللي بعرفه أنت لازم تعزمي رفقاتك لعنا وتعملين الحفلة. إيه، بس هن حبوا يحتفلوا فيي ويعملوا حفلة نجتمع فيها كلنا سوا. شو قصدك؟ ما قصدي شيء، بس الحفلة ببيت فئتنا. لا شبو بيتنا؟ شبو؟ ما كل رفاقك 14-15 شخص عازمين لهون لعمل لك أكبر حفلة. بس بابا صرنا متفقين عليها. بس أنا شو قلت لك؟ الحفلة بتنعمل ببيتنا مش ببيت الناس. طب خلص، خليها تروح هالمرة. وين بدهم يساعوا 15 شخص عندنا هون بالبيت؟ بياخذوا راحتهم هونيك وبينبسطوا مع بعضهم. كم مرة قلت لك أنا ما تحطي أفكارك بروسهم؟ شو بدك فيهم الأولاد؟ بيت واسع وبيسع كل الناس وتمام. مش الصف جاي ولا أنا غلطان؟ بس رفيقتي بيتها قد بيتنا 10 مرات. شو يعني؟ إذا هيك روح عيش عندهم، أنا ما عندي أولاد يفكروا بغيرهم. جيل ما بيعرف القناعة.
خلاص خلاص. يعني معقول يصير عيد ميلادي وانا ما اروح؟ يا الله مش عيشة هاي. حابة تعملي عيد ميلادك تعمليه ببيتك مش عند الناس. لك دخلك كل عمرك هيك، لا بتنبسط ولا بتخلي حدا ينبسط. كل واحد بينبسط عقد امكانياته، انتو لحقين الاشياء الفاضية والناس الزناجيل. لك يا عمي والله مش كرمالك، كرمال هالبنت حرام عليك. مهم انا قلت اللي عندي، حفلة برات البيت ممنوع، بنعمل الحفلة هون بالموجود وعد بساطك بالإجراك. خلص يا الله. شو بكي يا بي؟ ما بني شي بابا. ليه؟ ما بعرف، مش عم تحكي معي، بحسك زعلانة. خبريني يا بي شو عم بصير معك؟ بابا رحت شفت هيدا الشاب التلميذ عندي ربيع. بابا هيدا الشاب عم بينحرف وأنا كتير خايفة عليه. ما بتعرف قد ايه كنت حاسه حالي مخنوقه اليوم، واللي مخوفني اكثر انه هو شاب طموح وذكي ما بيلبق له هيك. ما تخافي يا بي، بكره بيرجع على المدرسه لوحده. وانت كيف متاكد هالقد؟ الخبره. الخبره يا بي، مش انت قلتي لي انه عنده خي متعلم؟ ايه مزبوط، بس انه حتى خيه مش قادر له. يا بي المراهقين هالايام بفكروا حالهم قوية وبيقدروا يعملوا كل شيء، بس يوقع أول مرة بصيروا يرقدوا يفتشوا عمين يساعدهم، وهيك بالنسبة لربيع. بس لأي متى؟ بس ما تخافي يا بي، ما تخافي، طالما عنده خي. ايه بس ما هو ترك البيت. طيب ويتركوا البيت؟ بكرة بس يكون بحاجة لمصاري بده يرجع على البيت. ما بعرف، يا ريت والله، بس اللي أنا خايفة منه إنه ينحرف ويصير يدبر مصاري من غير مطرح. وقتها بكون من الصعب السيطرة عليه. ايه بس ما انا هيدا اللي خايفة منه بابا. ربيع شاب صعب، يعني تركيبته صعبة وشخصيته قوية، مش هين التعامل معه. بس ما تنسي يا بي انه عنده هالصبي هيدا اهم معلمي بالدنيا، ما رح تنسيه وما رح تتركه. صدقيني يا بي انا بعد لحد هلا بس شوف الطلاب جايين من بعيد، مع انهم كبروا وصار عندهم اولاد، بعرفهم من بعيد يا بي. بس معلمين هالايام كبابا بينسوا تلاميذ السن اللي عندهم. يا بي لازم يتقربوا منهم ويتعرف عليهم اكثر. مش كلهم هيك، يعني معلمين هالايام مش كلهم هيك، ولا حتى المعلمين على ايامكم. ايه يمكن. ايه بس انت على طول بتحب هاي المقارنه بين الاجيال. تسلم لها الضحكه يا بابا. بابا بكره عنا حفله. حفله؟ حفله شو؟ نور هيدي التلميذة عندي عاملة حفلة لعيد ميلادها. عظيم يا بي، بتروحي على الحفلة وبتتسلي، ما انت مليتي منا ومن الجيران. لا ولو بابا ما تقول هيك، واصلا شو بدي غير جو يعني، ما انا وجه وجه لهالتلميذ كل النهار، هي ذات عشية. بي كريم رايح على الحفلة؟ ما بعرف. انا اكيد اذا عرفك هناك بروح على الحفلة يا بي. ايه وليه عم تحكي هيك يعني؟ بين عليه انه معجب فيكي، ما بدها اثنين يحكوا فيها. يا الله عليك يا بابا، ما انا الحق علي انه بخبرك، لا تقعد هيك تستلمني. بي انا بدي اياكي تعيشي حياتك وتنسي هالمرت اللي اسمه فادي. ومين قالك انه انا ما نسيته؟ ما فيك تنسي الا اذا تعلقتي بقصة حب تاني. ايه ومين قالك انه انا بدي اعيش قصة حب تاني هلا؟ بتعرف شو بابا، بليز ما تتدخل بقى بحياتي الشخصية. روقي روقي بابا روقي، انا مش راح اتدخل بحياتك الشخصيه. خلاص شو كريم؟
شايفك مبسوط ومش مركز. ليش عادة ما اكون مبسوط؟ لا لا اليوم في شيء باسك اكثر من العادة. تعرف لك على شيء قلت شيء؟ خي انت ما في براسك غير هالموضوع ايه؟ يعني هيدي هي. اكيد مهروم بشي وحدة جديدة. فيك تروح انت وياه؟ لك منيح كل هالسؤال سألك اياه. تعلم معك بالمدرسة شيء؟ خي ايه؟ تعلم معي بالمدرسة، منيح هيك هلا مش الحال ارتحتوا؟ ارتحنا كثير. شو اسمه؟ ايه؟ حياة. كيف تليفون اسمه حياة. كيف تليفون؟ هاي كريم جاي بكرة على السهرة. رامي خير ما شو في؟ وجع كتير قوي ببطني رح اموت، حسي حالي رح اموت من الوجع. بعد الشر عنك يا امي، خدي من الدواء بركي بتروقي شوي. الله يرضى عليك يا امي. هلا بعمل لك شي سخن. سامي شو هالحكي اللي عم تحكي لي يا عمتك؟ ليه ما عم تروح على مدرستك؟ ما قدرت الا ما تقولي له؟ اكيد بدي اقول له، لكن بدي اتركك تعمل يلي براسك. مش انت كان بدك تغيري المدرسه؟ ما رح نغير لك شيء. انت ارجع داوي وما تعمل مشاكل. كيف يعني ما بدك تغير له المدرسه؟ لكن بده يرجع يشوفها لهالشرشوحه؟ يا علينا، عمتي ما تحكي عنا هيك، بكفي انك قطعتي لي علاقتي فيها. ولك خلصونا بقى انتوا اثنين، شو بك يا مروه؟ شو فيها رفيقته بالمدرسه عادي. لك يا هشام، عم بقول لك انه بحبها وانا بعرفه كثير منيح لسامي. ولك شو بحبها ما بحبها انت التانية؟ بعدهم صغار على الشغلات. بعدين ادخليك ويحبها يعني ويحب بنت شو فيها؟ انا عندي ثقه بسامي، بعرف انه مش ممكن ولا بنت تلعب له بعقله. ليك ما قلت لي حلوه؟ اسمها تماره. ولك هلا شو بدي باسمها؟ حلوه؟ كثير حلوه. منلا الحلا منا مثل الصبيان ووقحه. شو بك مروه؟ ليه عم تكبر الموضوع؟ تعبني. روح على السيارة في كيس ورا جيبه وطار. شو فيه الكيس؟ دخلك انت شو كنت موصيني من فترة؟ بلاي ستيشن 4؟ يس. يا هشام برأيك اللي عم تعمله صح؟ طبعا صح. بهالعمر يا مروة أحلى شي عندهم إنك تتحديهم، بيقضوا كل حياتهم يعملوا لك مشاكل. أحلى شي قليلهم معكم حق وشديهم لميلتي. كل عمرك محتال ومنك هين، بس يا خوفي يكون عم بسيرنا ويعمل يلي براسه. يمكن معك حق، لهالسبب بدي إياكي تنتبه عليه كتير، وحيلا شي غريب بتشوفيه بتخبريني عنه. أكيد ولا يهمك. أنا فيي أجربه. وأنا بدي أمشي. انتبه على حالك. أوكي مرسي بابا. أهلا. مثل ما قلت لك إيه؟ ولا يهمك. ما بدي أوصيك. دخيلك منيح ما انتبه لنا. من إله جلادة يتحرك. بتعرفي؟ ماني مصدقة إيمتى تبلش هالحفلة. ما تخلي الطابة كثير معنا كمان. هي عندك مفاجآت كثيرة. نو أكيد في مفاجآت. قولتك بتجي تمارا؟ ما بعرف، ما بعتقد، بس إن شاء الله تجي. يي ليش؟ إنه كرمال يجي سامي، كرمال شو؟ مش معقول مع أواكي. شو بك إنه ليش ساكتة؟ مال عيد عيدك؟ إيه ما في شي بس. ليكي ليكي كيف عم تعمل حركات، فاكرة حالة مهضومة. يلا تمارا يلا تمارا، برافو نايس. برافو سامي، شوي 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 شوي. لو تربطني شعراتك انت بتمسك. يلا سامي تمارا. يلا تمارا 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 برافو. يلا تمارا. مارا مارا روق شو بدي احكيك. شو سامي شو فيك؟ بعدك زعلانة مني؟
أكيد. طب أنا شو خصني؟ عمتي عقلتها صعبين. أنا ما بتهمني عمتك، أنا اللي بهمني هو أنت. إيه بس أنا شو عملت لك؟ أنت؟ أنت ما عملت شيء، أنت مش هتقدر تحميني. مين بدي أحميك يا تمارا؟ عمتك، أهلك، نظرتهم لإلي. أنا شو بدي فيهم؟ المهم أنا كيف شايفك. وكيف شايفني؟ كيف شايفك؟ شايفك مش مصدق. يا شباب تعوا شوي. بدي أعرف العدد يلي رح يجي الليلة على الحفلة. في حدا مش قادر يجي أو ممكن ما يجي؟ أنا على الأكيد جاية. أيوة أنا كمان. تمارا حبيبتي قادرة تجي الليلة على الحفلة أو أهلك ما بيخلوك؟ أكيد في إجي، بس كنا عم نشوف أنا وسامي شو بدنا نعمل اليوم عشية. ما بعرف، رح نفكر إذا منروح أو لا. هلكتينا كفلك. إذا مزعوجة غيري محلك. شو بدكم تجيبوا لهدية لنور على عيدة؟ إيه مزبوط، شو بتقولوا؟ فينا نجيب لها جيتار أو شيء هيك، يعني تحب الموسيقى. والله ليه آلة موسيقية أستاذ كريم؟ ليه ما منجيب لها لوحة فنية مثلا؟ يا عيني على هالأفكار النيرة، شو بدها تعمل بنت باللوحة؟ فكري جيبوا لها شيء يفيدها، كتب، قصص، ما بعرف. ليكو نور ما عندها لابتوب، شو رأيكم نجمع مصاري ونشتري لها لابتوب؟ متعقد الفكرة، أنا موافقة. وأنا كمان. أنا لا، أنا أصلاً ماني رايح على العيد، فبالتالي ماني ملزم بالمشاركة. ليش أنت أصلاً مين كان معتمد عليك؟ بونجور. بونجور. حياة، تفضلي معي، في حدا بده يشوفك. بالإذن، خليكم على فكرة اللابتوب. أوكي. فكرة اللابتوب بتجنن، هيك كلنا منتشارك ونجيبه، هيك بفيدها بدرسها. صح. والسيجارة؟ فيك تروقيها انت؟ هلكتينا. هيدا انت؟ هيدا شو بك؟ ايه هيدا انا. شو عم تعمل هون؟ انت ما عم تفهم انه انا ما بدي احكي معك، ما بدي شوفك؟ حياة ليه عم تحكي معي هيك؟ انا جاي لشوفك وما بدي شيء. تجي لهون على المدرسة؟ انت ما عم تردي علي وما بدي روح على البيت لحتى ما يعصب بيك. بتقوم تجي على المدرسة وبتنزعل نهاري. في عارف ليه صايرة تكرهيني هالقد؟ عم تسألني؟ سأل حالك، روح شوف الايام السوداء اللي عيشتني اياهم. حياة كل شيء بتصلح. انا جاي اقول لك اني ندمان، بدي اياك ترجعي لي. شيل ايدك عني، انت ما بتفهم بقى انه انا شلتك من راسي، اوعى تجرب تجي لهون بقى. ليه عم تعلي صوتك؟ بعدين نسيتيني؟ أنا جوزك. كنت فادي، وتذكر كتير منيح لي نحنا طلقنا، ولا بتحب أنا ذكرك؟ أنت وحدة بلا قلب. أنا بلا قلب كتير منيح. بكل الأحوال رأيك أنت ما بيهمني، فيك تفل بقى. عم تشحطيني؟ إيه عم بشحطك فادي، مش بس عم بشحطك، إذا بعد مرة وحدة بتجي لهون عن مدرسة أنا رح أتصل بالشرطة ورح أقول له إنه أنت عم تجي وعم تزعجني، فهمت؟ شرطة؟ لا ما في داعي، أنا رح ريحك مني، وعلى فكرة رح دور على وحدة تانية أتجوزها. لك أنت مش طبيعي، منك طبيعي. شو في حياة؟ ما في شيء. شو مين؟ حبيب القلب الجديد؟ احترم حالك، نحن بمدرسة مش هالطريق. وعم تحكي عن الاحترام كمان، لمينك أنت حبيبي؟ خيي أنا أستاذ هون بالمدرسة منيح؟ إذا أستاذ المدرسة روح نضب وشوف شغلك. ولك أنت كيف بتحكي معه هيك؟ أنت بأي حق بتجي لهون على المدرسة أصلاً؟ ليك فادي، اعتبره تهديد، إذا بعد مرة بتجي لهون، يا ويلك، فل! فل بقى! سوري، من جد سوري. خلص حياة. روقي خلاص. مع مشو تقيل. كيف كنت متحملتيها هيدا؟ ما بعرف شو بدي اقول لك.
انسولي بقى الحفلة وركزولي عالدرس. أعلى قمة بقارة آسيا هي قمة إيفرست بنيبال بالصين. مين بيعرف شو أعلى قمة بأوروبا؟ جبل مونبلان. برافو نور. ومين بيعرف شو أعلى قمة بأفريقيا؟ ما حدا بيعرف؟ شو أعلى قمة بأفريقيا شباب؟ أنا بعرف. بركان كليمانجارو. والله برافو وائل، صاير شاطر وبتقرا منيح. ارجع محلك لشوف. طيب ماس، شو أعلى قمة بلبنان؟ سؤالك حلو يا مجد. أعلى قمة بلبنان هي القرن السوداء، بل هي أعلى قمة ببلاد الشام، بيبلغ ارتفاعها 3093 متر عن سطح البحر. مس، وين موجود القرن السوداء؟ بجبل المكمل بقضاء الدنيا بشمال لبنان. واو، أنا كتير عبالي روح لهونيك. أنا للصراحة رحت أكتر من مرة لهونيك، بس كتير سقعة. منرجع لدرسنا. شو أعلى قمة بأمريكا الشمالية؟ أنا جبل ماكيلي بألاسكا. والله برافو يا عم، شو هالشطارة هيدي اليوم؟ وأنا عندي أنسيكلوبيديا عن أمريكا. عن جد؟ يعني يا ريت بتعرفوا معلومات عن بلدكم قد ما بتعرفوا معلومات عن بلدان العالم. سؤال أخير، شو أعلى قمة بأمريكا الجنوبية؟ المكسيك. بس المكسيك بأمريكا الوسطى يا فهمان. ركزوا معي. شو ماري؟ مش ناقصني انت كمان؟ لا ماني جاي ضايقك. شفته لفادي. ولا نيالك على الشوفة. اي دخلك، ليش هيك صاير شكله؟ عم تسأليني ليه؟ ما علينا، انت كيفك؟ انا مش منيحة ماري. بعرف. ليكي حياة، يمكن انا ضغطت عليكي شوي زيادة، ف سوري. مش الحال. لا عن جد، شو خاصك انت اذا كريم معجب فيك ومش فيي؟ اصلا بيني وبينيك انا الحق علي، من الاول ما كنت واضحه معه. طب هلا شو بدك بهيدا الموضوع؟ ما رح تطلعي منه؟ بلا، بس بالاول بدي اعرف شغله وحده بس. شو بدك تعرفي؟ اذا في شيء بيني وبينه؟ لا ما في شيء، اطمني. بدي اعرف اذا انت بتحسي له شيء لكريم. انت ما بتزهقي؟ حياة بليز فهميني شوي، انا هذا الموضوع بالنسبه لإلي بالذات كثير مهم. شو بدك تعرفي؟ بدي اعرف انت شو حاسه. أنا ما حاسة شي ماري، غير إنه كريم شاب حساس ومهضوم، غير هيك ما في شي. يا عظيم لكن، بتعرفي شو؟ بهالمناسبة الحلوة هيدي خليني أعزمك على فنجان قهوة. هلا هي بتعتبريها مناسبة حلوة؟ إيه؟ مجنونة أنت. يي؟ مجنونة. رامي، اليوم عشية ضروري بدك تجي على السهرة، ما هيك؟ ما بعرف، على الأرجح. إيه؟ شو هيدا ما بعرف؟ على الأكيد بدك تجي بشرفك كمان، نتصلى، أكيد السهرة حلوة منغير جو. طيب خلص رح أجي. أوكي لكن أنا بشوفك عشية. يلا, يلا باي. باي. خلص مثل ما اتفقنا، أنا بدقلك وبخلي ماما تحكي مع خيك وتقنعه. طيب، هلا أنت عن جد إيش بدك تساعديني؟ تكونوا متفقة معهم وتعملوا ظرفية بالحفلة. ليش انك ثقيلة؟ هلا هيدا اللي طلع معك؟ كبري عليك شوي. عكل تانكس. ان شاء الله خيي خليني نروح على السهرة، عم كثير عبالي غير جو، رح موت رح برج عن جد. ايه ما هو هيك، خلينا نجرب ما بنخسر شيء، اكيد ماما رح تقدر تقنعه. يا حوي يلا وصل. أوكي. بشوفك ناطرتك. باي. باي. اليوم مشوارنا حلو يا ربيع، لأنه على الضيعة لأنه فيها مصر أحلى سهرة. إيه لعيونك. بعدك عم تحاول طلع ترقمة لهيديك؟ بركي منطلعهم معنا على الضيعة. لا حبيبي،
وفينا ناخذ معنا حدا على الضيعه. الو مايا؟ اه سوري سوري. بدنا نطلع على الضيعه ولو؟ ايه على الضيعه. 500 دولار كل واحد حبيبي من ولا؟ شو؟ 500 دولار؟ شو عم نهرب اسار؟ لك يمكن شو عرفنا؟ يصطفلو. اولاك؟ اذا مشوار واحد عم طلع لي بطلع موظف بالشهر. كرمال هيك خيي انا ما بحب اتدخل ولا اعرف شو فيني الغلط. خيي القصة بس بدها يبقى شوية شجاعة بصير الواحد غني. عنا الشجاعة كلها. أنا بصير غني بغير حياتي كلها. اف قلت لنشوف شو وقت تعمل. أول شي بدي أفرض احترامي على الكل وأولهم خيي سليم. وتاني شي سر ولو يا أبو الربع على أي الأسرار؟ بيجي بيجي وقتها. خبرني أنت شو بدك تعمل. أنا بدي تاجر بالبيوت والسيارات. بدي أشتري بأم تسرع سرع. مش بس هيك بدي أشتري فرد وحياتك. فرد خبطة وحدة؟ وحياتك مش بس فرد لبس كستين كمان. لكن لك مني هدية دبابة. حبيبتي ليه عم تدرسي؟ ما اليوم عيدك. عملتك أكلات طيبة وجاتو بعقي تحبيه. حدا عذر؟ شو؟ ما بدي. بدي احتفل مع رفقاتي. هن كلهم اجوا كرمالي. حبيبتي انت بتعرفي عقليت بيك. ما بحب تظهري من البيت. شو بدنا نعمل؟ بس انت بتعرفي وقديش بحبكم وبخاف عليكم. طب شو رأيك انت تعزبي أصحابك؟ أنا قلت لهم بس رفيقتي ميرنا عرضت انه نعمل حفله عندها بالبيت. بيتها كتير كبير وعندها جناين كتير كبيره وحلوه مش مثل بيتنا. حبيبتي ما لازم تستحي البيت انه هيدا الموجود لازم نقتنع فيه. طيب على كل حال انبسطوا مش الحال وراحت الحفله علي. هلا بنعمل لك احلى حفله يا حبيبتي. مرحبا. مين صار عمره 17 سنه اليوم يا اموره يا حلوه؟ مبروك حبيبي العمر كله ان شاء الله. يلعن حظي شو بشيع. مبسوط هيك؟ بكيتها بعيد ميلادها؟ انه شو كان صار لو رحت على الحفله؟ بدي افهم بس شو كان صار؟ انا قلت لا، ليه ما عم بتفهموا؟ خلص هيدي بنتنا نحن مربيها مثل بنا، بعمل لها احسن حفله هون. شو هالطمع؟ شو عامله اكل؟ جدره. جدره كمان؟ ماما حكيت مع دانيا وقال بيو انه هو بيردني بالليل على البيت. كثير منيح حبيبتي. وايمتى بدك تحكي خيا لتمارا؟ الو الو مرحبا استاذ كميل. ايوه مين معي؟ معك ندى اما لتيما. اهلا مدام. بس عفوا مين تيما؟ تيما زميلة تمارا بالصف. اه يا اهلا يا اهلا مدام. الحقيقه استاذ كميل عم دق لك لحتى احكيك بموضوع حفلة عيد ميلاد زميلتهم، وبتمنى انك ما تخجلني وتخلي تمارا تروح معهم. والله مدام تليفونك عزيز علي، بس تمارا ممنوع تطلع من البيت وبالتالي ما راح تروح على الحفلة. ولو يا استاذ كميل، انا عم بتصل كرمال اتوسط لها لتمارا. صراحة انا ما بعرف شو بدي اقلك ست ندى. تمارا مقصصة بسبب أخطائها وأنا رح ضل عند كلمتي. بتمنى أنك تفهميني. مفهوم مفهوم. أنا ما بدي أضغط عليك وأنت عمول اللي بتلاقيه مناسب. على كل الحفلات ما رح تخلص وكانت فرصة سعيدة أني تعرفت عليك. وأنا بالأسعد مدام. تشرفنا. أصلا أنتوا ما بتحبوني ولا مرة عشت حياة حلوة مثل الخلق. انه شو هالجريمة هاي اللي بدي اعملها اذا حبيت اطلع من البيت؟ شو هالعيشة هاي؟ وطي صوتك احسن ما توعي بيك، بعدين اعصابه مش ناقصة. نحن وين كنا حابسينك؟ حابسيني ونص، بعدين شو بتسميها هاي ممنوع اطلع من البيت بدون اذن؟ ويا بتعطوني اذن يا لا. ليش حبيبتي اللي بعمرك شو بيعملوا؟ بيطلعوا على كيفهم؟ ايه بيطلعوا على كيفهم، روح شوف رفقتي كيف هن عايشين. تمارا،
عم قلك وطي صوتك، هيدا بدال ما تراجع حالك وتشوف الخوف اللي سببتي لنا اياه. والجرسة انت بالذات ما تحكي. تمارا ما تحكي هيك مع منى. ييه سوري جحت لها مشاعرها لمنى خانم. لك يا ريتني موت وارتاح، انا اصلا ما حدا بحبني. ليش انت عم تعملي شيء شجعنا تنحبك؟ يا بني شو بالك؟ ما في شيء يا بي، ما في شيء، ما تعطل. شو مبين بعدك قاعده للبستي ولا رتبتي حالك؟ قبل ما تقومي بدي اسالك، دخلك رفقاتك كلاس ولا مثل رفقات خيك شي بهدلي على الاخر؟ كلاس كلاس ما تعطى لهم. منيح، لانه بدي اعرف اي تقوم تصحون وكبديات بدي نزل. بس ما في ضروره ماما، نحن بالجنينه. بشوف بشوف دخلك. انت شو راح تلبسي؟ عم فكر الفستان الاحمر الجديد. شو بدك تطلعي مسخره بين رفقاتك؟ لا 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 لا، هذا كثير بنصحك. البسي شيء ارتب، بلكي البسي اسود تتبيني شوي اضعف. وما تتاخري. الو لين؟ ليكي ماني عارفة شو بدي البس، شو بتنصحيني؟ ليكي مين ما نور ما عم ترد. شو بدي بنور هلا؟ بتكون عم تحضر حالها او عم تتحمم، قولي لي شو بلبس؟ انا خايفة بيي يعملنا مشكلة وما يخليها تجي. قولتك بيجي سامي؟ افت خلص باي. يعني هلا بهالمصاري ما فينا نجيب لابتوب منيح؟ سوري دوموزيل ولا مدام؟ المهم هلا المهم انه لابتوبات عم بينزل منها كثير بنهار ومشان هيك بيعلى سعرها، بس هذا ما بيعني انه الرخيص منه منيح، بالعكس في موديلات سعرها منيح ومواصفاتها كثير منيحه كمان، مثل اللي فاجئتكم اخر شيء. بس في كمان اللي بالاول شفناه مش منيح؟ هو لمين اللابتوب؟ هو لبنت عمرها 17 سنه يعني. اوكي، يعني هي مش هتستعمله لشغلات كثير مهمه. ايه اكيد. شو خلص نقرر عليه؟ هلا هو المنيح فيه انه حقه قد ما معنا مصاري على قد. ايه خلص، ايه بنعتمده. اوكي مثل ما بدكم. طيب لكن بليز بتلفوا كادو؟ اكيد مدام. سوري، تفضلوا معي. الو الو لين، لك شو بعد ما مشيت من البيت؟ هي نور ما عم ترد، ولا حدا بالبيت عندهم عم بيرد كمان، خايف يكون صاير معها شيء. شو بده يصير معها انت التانية؟ يلا تعي خلصيني، هلا ببلش توصل الناس لحتى تساعديني. معقول انت؟ إذا أنا جيت كيف تجي نور؟ ما تعتلي هم انت، هلا ببعث لها الشوفير 10 دقائق بتكون هون، منيح؟ هلا تعي انت خلصيني لأن بلشت أزهق لحالي. طيب طيب يلا جاية. شو بتحب رفيقتك كادو؟ مين رفيقتك؟ يلي رايح عيد ميلاده. نور. لا لين لين. بلا نور. خلص مش مهم، بقول لك شيء، شفت هونيك قصص حلوة وغالية، تعرف شو. رامي. Thank you.
عيد 8 عيد 9 10 12 موجودين مثل ما اتفقنا، بس قرب ارقص معه ونحط الميوزك اللي اتفقنا عليها وظبط الإضاءة على ذوقك. اوكي اكيد كل شيء مثل ما اتفقنا عليه. ماشي. ايه ها يا عيني عليكي، شو طالعه حلوه وكلاس لامك. طبعا بلشوا الناس يوصلوا. يلا ماما، معقول اجا سامي؟ اهلا وسهلا، شرفتوا. مصور. هاي ماما، انا رايحه شيك على الاكل. اوكي اوكي نعد عليكي. بون فات مينا، شو بكون؟ مش عيد عيد نور؟ نسيته؟ آه سوري عيد نور. على كل من حطوا الهدايا على الطاولة وتفضلوا أهلا وسهلا. لك في دي جي كمان وعيش بكمباوند.